نعم أيوة وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. يعني الماء كان قليلا في هذا الإناء، فأصبح الماء يخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ 70 رجلا. هذا بفضل الله، بركة جعله الله عز وجل في نبينا صلى الله عليه وسلم. لذا في الرواية الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والبركة من الله، حتى لا يتعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتعلقوا من؟ بالله جل في علاه. لكن الله جعل البركة في نبينا صلى الله عليه وسلم.